السلام عليكم. اوه شهية قوي يا جماعة، ده بيس فراخ معمولة ومحشية بالجبنة بطريقة حلوة قوي وجديدة لأول مرة تشوفيها، واللي طالع من الجنب ده ايه؟ دي جبنة. نشرب شوية الشاي كده ونروق مزاجنا ونلبس الجلافز بتاعنا عشان هنبدأ نشتغل دلوقتي، نجيب عندنا كيلو من دبيس الفراخ واكون غسلها كويس جدا بشوية طحينة وشوية ملح ونقوم شايلين منه الجلد ونشطفها تبقى جاهزة معايا. أجيب عندي بصلتين اتنين وعصير ليمون طبعا. أجيب عندي بصلتين اتنين عشان نبدأ نسلق عندنا دبابيس الفراخ دي. واقوم جايب عندي طماطميه برضو اقوم مقطعها عندي مكعبات، حله سخنه عندي على النار، نقوم حاطين عندنا البصل، ورق لورا، ثلاث فصوص حبهان، والطماطم، وشويه الفلفل الاسمر. ده الكلام الجميل، ونقلب ونبدا ناخد دبابيس الفراخ بعد ما شلنا منها الجلد وشطفناها كويس جدا، نبدا نحطها ونسلقها لمده نص ساعه مع شويه ملح. بعد كده نقوم جايبين عندنا البطاطس، نص كيلو كفايه، يعني هاخد حوالي ثلاث بطاطسات بس، تمام؟ مش كتير، هما ثلاثة بس هقطعهم عندي مكعبات، ناخدهم كده ونقوم رايحين فين؟ عندي على المية السخنة برضو ونبدأ إن احنا نسلقهم كويس جدا. دبابيس الفراخ بعد نص ساعة بقت بص بقت عاملة إزاي؟ يا عيني. تحطيها كده على البلانشة كده نضربها تلاقيها طلعت الإيه اللحم بتاعها. نبدأ نشيلها وما نرميش العظمة بتاعتها، نسيبها ننضفها كويس عشان هنبدأ نشتغل بيها. أجيب عندي بقى الدبابيس اللحم ديت ونبدأ إن احنا نفرمها فرم ناعم. بعد كده نقوم عندنا واخدين عندنا الثلاث بطاطسات اللي احنا حطيناهم وهرسناهم ونقوم حاطينهم في بوله، ونجيب عندنا كيس مكرونه في نفس الميه اللي احنا سلقنا فيها البطاطس نقوم حاطين فيها كيس مكرونه سباكيتي. بعد كده بنقوم جايبين عندنا على شويه بهارات، شويه توم باودر وشويه فلفل على البطاطس وشويه ملح، ونقوم حاطينها بالشوكه ونبدا ان احنا نهرسها كويس جدا، ما تكتريش البطاطس. ونقوم حاطين عندنا بقى الحاجات الجامده بقى، اللحم اللي انا مشفيه من الدبابيس، ونبدا ان احنا نسمغها كلها مع بعضها. ولو عندك سويت كورن ممكن تحط شويه جبنه شيدر يا جماعه، كوبايه تظبط معايا الاداء، ونبدا ان احنا نسمغها كويس جدا زي ما حضرتك كده شايفه. بص عامله ازاي، الله عليك. نبدا ان احنا نعملها كوره كده، ناخد حته كده، بص من جوه عامله ازاي. نبدا بقى نشتغل الشغل العالي، نسمغها كده بايدينا كأنها اصبع كفته بالظبط، ونبدا نشكلها على العظمه على شكل دبوس بالظبط. اظن الفكره وصلت. نبدا ناخدها كده ونسمغها كويس قوي اهي. خلي بالك بقى من اللي جاي، بص بقت شكلها عامل ازاي، شكلها زي الايه الدبوس بالظبط، طعمها حكايه. نبدا نحطها عندنا على البلانشه، وبعد ما خلصوا معايا تعالوا نبدا نحضر عندنا البيض واللبن اللي هنبدا نشتغل فيه. حط عندي بوله، اقوم حاطط فيها عندي 2 عدد بيض، حط معاه شويه فلفل وشويه ملح، ونقلبهم كده بالشوكه او بمضرب سلك، ونقوم حاطين عليهم حوالي 4 معالق او 5 معالق من اللبن. وبعد كده نقوم واخدين عندنا اول حاجه الدب على طول تشتغلي فيها، هي مسمغه عايزه احطها في الفريزر شويه نص ساعه مفيش مشكله، في الدقيق، وبعد كده بيض ولبن وملح وفلفل، وبعد كده الخلطه الكريسبي بتاعتنا بقى الجميله، انا جايبها سبايسي بصراحه. انت عايزه تجيبي البقسماط تشتغلي بالبقسماط زي ما انت عايزه. نقوم واخدينها كده، بصي عامله ازاي، وعلى الزيت يا باشا على طول، يا دوبك بس تحمر معايا وتاخد اللون الذهبي ونطلعها. نقلب، خلي بالك بقى اللي هيحصل من جوه بقى، الجبنه هتبدا تسيح معايا من جوه. يا دوبك تحمر، كل حاجه مستويه عندي، بس انا بسيح الجبنه. واو بجد. نبدا نحطها عندي على منشف مطبخ قدام حضرتك اهيت، ونطلع بقيه الكميه. وبعد كده نقوم جايبين عندنا المكرونه الاسباجيتي اللي احنا سلقناها ونحطها، وهوب بنفتح علبه الصلصه. صلصه على فكره بحط على فكره صلصه البيتزا بتبقى حلوه قوي على فكره على المكرونه الاسباجيتي، ونبدا نحط الكلام ده، او ممكن نقدمها مع كاتشب ومايونيز. يا رب ان شاء الله الوصفه تنول اعجابكم، عشان خطيره جدا واطفالكم هيحبوها بجد، ملهاش حل. اشوفكم على خير، السلام عليكم. جبنا جت وانا بمطها صح؟